أهلا بكم مشاهدي الأعزاء من جديد، وما زال الحديث الشيق والجميل مع ضيوف هذه الحلقة. دكتور عبد الرحمن مشيقح، كنت أتحدث أنا وياك قبل التسجيل عن الحراك الثقافي، فكان لك رأي في هالموضوع؟ بلا شك رأي يعني مطروح دائما باستمرار. الحراك الثقافي في منطقة القصيم وفي بريدة على وجه الخصوص يعني ملاحظ بشكل كبير، يعني يتحدثون الناس عن لماذا في 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 منطقة صحراوية، مدينة صحراوية ليست على حدود وليست على ساحل وليست على أنهار، وليس لماذا هذا التنوع منذ القدم؟ يعني يخرج بريده يعني علماء، يخرج مفكرين، يخرج كتاب، يخرج اقتصاديين كبار، يخرج يعني فيه هناك لابد في شيء، في سبب. السبب وش؟ اي طبعا السبب غير معروف، لكن احيانا الواحد انا يعني نتحاور مع بعض الناس يعني في واسمع احيانا يعني ربما اسمع من الحوارات انه يعني بريده النبوغ هذا لماذا؟ وخذ مثلا عقيل، لماذا خرجت من بريده؟ يعني قد تكون خرجت من مدن اخرى على نطاق، لكن بشكل كبير يعني من بريده لماذا؟ لماذا خرج بعض الكتاب المشهورين حتى لو كن عليهم علامات استفهام احيانا، لكنهم خرجوا من بريده. ف سواء يعني استمروا في بريده او ذهبوا الى مناطق في المملكه او ذهبوا خارج المملكه، لما ترجع اصولهم الى بريده. اي بالضبط، لماذا؟ نعم. هذا فاسمع انا انه ربما تشكيل بريده، تكوين بريده الاساسي انها لم تؤسس على قبيله واحده او قبيلتين، بينما هي كانت مكان هجرات. نعم. من عدة مناطق من المناطق المحيطة فيها، من السدير، من الوشم، من مناطق أخرى كثيرة محيطة في القصيم. نعم. وأيضا إن, 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 إن الهجرات هذه والاستيطان تذوب في مجتمع بريدة. بريدة قابلة للامتصاص والذوبان، ثم يتشكل ويصبح من ضمن النسيج. نعم. ليس هناك تنافر، تجد هناك ينسجم حتى. نعم. يعني وهذا ما جعل يعني التميز. كثير من حتى مثل يقال أنه يقدم إلى بريدة وهو كاره ويخرج منها وهو كاره. يعني نعم. المدينة عجيبة في 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 صنع في صنع في صنع صناعة فكرية هنا. تجد أن الإنسان يعني الثقافة ضحلة أو يسمع أخبار من كذا من هنا يصم بريدة بأشياء. بريدة مدينة عظيمة فعلا. صحيح. يعني أنا يعني هي ليست عاصمة وليست يعني من المدن الكبرى، لكن تتميز بهذا. فتجد الاستقبال يعني يجي من أي منطقة الآن، حتى بالوقت الحاضر، حتى لو نربط الماضي بالحاضر، يجي من أي منطقة في المملكة موظف ثم يعمل عدة سنوات ما يغادر. نعم. يدرس طالب هنا لا يغادر. نعم. يعني قابلنا كثير ومعروف، حتى يعني مدراء كبار، ضباط، قضاة، يعني جو هنا لفترة محددة ثم استوطنوا. فهنا المدينة يعني بريدة فعلا يعني فيها حراك ثقافي وتنوع وتعدد، وبرز منها ناس معروفين، يعني ليسوا يعني نكرات. لا. معروفين على مستوى العالم العربي، بل معروفين على مستوى الوطن. لا. في كل جانب. لا. في العلوم الشرعية، في الأدب، في التاريخ، في الرحالة، في الرحلات. لا. في يعني في السياسة، في الاقتصاد، في مجالات عديدة جدا. فهنا ما هو السبب؟ هنا مجال يعني سؤال يطرح نفسه للبحث.
أنا ذكرت ربما بعض الأشياء اللي أسمعها أنه هذا السبب، لكن ربما هناك أشياء بعضهم طبعا يجيب نكت يقول شارب من ما فلان من بريد من أو مثلا كذا الجامشة عايشة في الجامشة أو مثلا لكن هناك أشياء يجب أن تدرس. هنا السؤال أطرحه، فعلا بريدة مدينة عجيبة ومدينة عظيمة خرجت أجيال من العمالقة. سؤال يطرح نفسه للدراسة، وشكرا. شكرا يا دكتور. أستاذ عبد اللطيف، أنت كتبت عن أو قاعد تجمع تاريخ عقيل وعندك متحف عنهم والله نتمنى أنه إن شاء الله يجي وقت حنا ندخل هالمتحف ونشوف بالضبط. لكن وش الحاجة اللي أنتم تسوونها الآن من أجل عقيل؟ لكن بنقول بيتين عن تفضل. يقول طبعا شاعر الجزيرة العربية وشاعر نجد فحل الشعار العوني محمد عبد الله العوني، نعم، يقول بالنسبة للجمشي يوم قال الجمشي نعم. تو يقول يركب اللي من عقيل تعلوا أكواركم كملات الكلايف ولباس من جمشة بريدة ترحل ورخة وشكايم من بعدات نعم. النكايف نعم. العصر من طعس العريق تحدرا حد الخرايم الثمام مهايف بغن المعشب الشعيب وزرفرا كفاه شر العين راح صفايف عشا وعشا وعتما وسجما متعريات الاسرع عقب حايف حافوا عليهن المداليه ود لجو سجل الريادي والعلوم والطرايف. نعم طبعا بريده بالنسبه للموضوع على بريده، نعم بريدة تعد هكا اليوم المطار الدولي، أي واحد يبي يطلع يروح لأي بلد عربي ينتظر متى ركب عقيل يبي يمشي. نعم شوف العود يقول يا ركبي اللي من عقيل انت علوا نعم. متى يبي يشدون يبي يمشون. نعم العقيلي هذا صاحب مال وحلال وجاه ودروبه بعيده لانت ولا الرحيل. نعم الرحيلي نقل موارد ينقل بضائع من شرق الجزيرة ومن العراق نعم. ويجيب البلد اللي يبيه ناقل بضائع الرحيل نعم. الجمال حول الديرة ينقل حصاية ينقل نعم. خشب ينقل ماء نعم. بقصد الأجرة نعم. بالنسبة للمتحف اللي متحف المتحف طبعا أنا حبي العقيل يمشون بعروق عقيل نعم. قلت أزين لهم شيء يخدم التراث. جمعت صور العقيلات نعم. عندي 3500 صورة ما شاء الله وأكثر من 1500 وثيقة. أول صورة أقدم صورة عندك؟ أقدم صورة طبعا لمحمد عبد الله بسام عمره 125 سنة نعم نعم. طبعا حطينا كتاب 5 أجزاء قريب صدور إن شاء الله هذا بدرة الملك عبد العزيز نعم. يضم أسر القصيم كله من العقيلات نعم. ما اكتفى قلنا الكتاب يباريه متحف نعم. جمعنا مقتنيات العقيلات أي شيء يخص ثقافتهم نعم نعم داخل المتحف ذا نعم. وأسر العقيلات نعم. كل حاجة على دكتور حمد كان عندك تعقيب أو حسيت أنك تبي تعقب على كلام دكتور عبد الرحمن؟ أريد أن أقارب تساؤلات دكتور عبد الرحمن نعم. يعني كان يتساءل لماذا نبغى أهل بريدة في المجالات التي عملوا عليها. يبدو لأن ثمة أسباب أدت إلى هذا النبوغ. فأهل بريدة يتميزون بميزات، الميزة الأولى هي الجدية، فأهل بريدة لديهم الجدية وأيضا لديهم الشغف بالعلم والمعرفة ويحرصون على حلقات العلم وعلى القراءة، ثم إنهم يستثمرون الوقت من أجل تحقيق أهدافهم. وأنا والدي رحمه الله كان من ضمن العقيلات وكنت أسأله هل كنتم تذهبون إلى الأماكن السياحية؟ قال لا، نحن هدفنا هو الاقتصاد الجانب نعم. التجاري نعم. لا نهتم بهذه الأمور نعم. هم يركزون على أهداف معينة ويسعون إلى تحقيق نعم. هذه الأهداف نعم. فهذه العوامل أدت إلى نبوغ أهل بريدة. هل تعتقد أن تلاقح الثقافات بالنسبة لل العقيل كان لهم أثر ثقافي على نعم كان لهم أثر. سليمان الدخيل من العقيلات ذهب إلى العراق وهناك إنشأ صحف في العراق نعم وأصبح من كبار الصحفيين نعم هناك نعم فهم يعني
يتجهون الى الى الى, إلى استثمار الوقت والى استثمار وجودهم هناك. نعم. في المجالات نعم. المتعدده. شكرا دكتور. استاذ علي، ابي اقدم قطعه عندك كم عمرها؟ اقدم قطعه هي عمله لقريش. عجيب. نعم في نعم. في زمن النبوه. عباره هي قطعه معدنيه. معدنيه تسمى قراريط. وعليها كتابه معينه؟ عليه كتابه. نعم. وش الكتاب اللي عليها؟ غير مقروءه يعني. اي يعني ممسوحه؟ تقريبا. طيب بعدها في القدم او اقرب منها؟ اقرب منها اللي هو المنتجات المحليه اللي هي الوثائق. نعم. عندنا اقدم صحيفه وهي عمرها اكثر من 160 سنه. اللي هي؟ هي جريدة كانت تصدر في اليمن. نعم. هذه هي أقدم جريدة في العالم العربي. نعم. وتسمى نعم. باسم اليمن، يمن، جريدة يمن. نعم. أستاذ إبراهيم، نبي نسمع منك نص أخير. إن شاء الله. عندي قصيدة بعنوان همهمات المدينة. الوقت ليل ومن بعيد أسمع أصوات نبح الكلاب وهمهمات المدينة، والناس نومة، الناس نومة، واشهب الحزن ما بات يحوم حول أسوار نفس سجينة، يهزها يهزها لا خيم الليل بسكات، ويلهث ورا ويلهث ورا سرح الهموم الدفينة، يهزها لا خيم الليل بسكات، ويلهث ورا سرح الهموم الدفينة، يزحف ظلال يزحف ظلال نجوم حلمي ويقتات عشبي، ويفرش درب قلبي بطينة، على الرخام يكسر الشوق عبرات، ويذبح بها طير السهر من وتينة، على الرخام يكسر الشوق عبرات، ويذبح بها طير السهر من وتينة، محتاج الإنسان إن يسافر مع الذات، فوق الدفاتر ينثر أهداب عينه، محتاج الإنسان إن يسافر مع الذات، فوق الدفاتر ينثر أهداب عينه، يزرع بوجداني من العشق غابات، ويشيد بقلبي مداين حنينة، أبكي على صدره وبث حكايات طفل توقف ما مشت به سنينه، من قبل ما تذبل بالإحساس وردات، يا وين من تهتف لها الروح وينه. سلامك. سلام. صح لسانك. أستاذ عبد الحليم، وش مشاريعك المستقبلية إن شاء الله؟ المكان يعتبر جزء لا يتجزأ من أركان أي عمل روائي. قد يكون مثلا في هناك أعمال فانتازية تنزع المكان، ولكنها تعتبر غير طبيعية. حرصت في رواية عمر الشيطان أن أوثق بريدة، اللي هي المكان الموجود في غرب بريدة، اللي هو جاء شرق حويلان ويكون غرب بريدة، فهي مكان كان فيه ما يشاع عنه بأنه جن أو شيء من هذا القبيل، ووثقته في رواية عمر الشيطان. بالإضافة بعدني في الإضافة أيضا إلى أنه في رواية أرض الغجرية كانت كل أحداثها تدور في مقبرة المطة، وهذا أيضا جزء من التوثيق المكاني المتعلق في مدينة بريدة. أستاذ خالد، نبي نسمع نص قصير، ودنا نسمع منك الكثير، نصوصك مغرية وجميلة، لكن ودنا نسمع نص قصير علشان الوقت. يعني للأمانة أنا في الجلسة هذه، الجلسة هذه باردة، وأنا ذكرت اللهم أمثني كلمات عمي حارثة. هي باردة لكن دفأتوها بحديثكم الجميل والحميمي. قالوا كيف مات عمك حارثة؟ قالوا مات دفيان وريان وشبعان. نعم. أنا عندي قصيدة عن أرض القصيم. نعم. أنا طبعا مغترب عنها 20 سنة. نعم. وفيني شوق لها، فأنا أقول ألم الهوى بين الضلوع يلوح، والبعد قاس والزمان شحيح، والذكريات تسير في قلبي إلى أرض الأحبة والمنى والروح، وأنين جرحي يشتكي في خاطري، والهم يرعى مقلتي ويبوح، والليل يسري لا تغيب كواكب، كلا ولا الفجر الضحوك يصيح، وقوافر الأيام تجري بالفتى، والدهر بطاح الأنام بطوح، ومضت أوائل عمرنا في غفلة، وذنوبنا بين الجموع تفوح، وقضت ليالي حبنا وودادنا، وبدلنا بين الديار نزوح، نام الخلي من الهموم، وليلنا يشكو الهموم لفجره
وينوح، فمتى يعود إلى الديار ضياؤها، ويطل فجر صادق ويلوح، ومتى تحن إلى الهضاب سفوحها، إني إلى تلك السفوح طموح، ومتى يمل الليل من سماره ويعود مبحوح الهوى ويبوح، ومتى تغني في الغدير طيوره ويكف ديجور الأسى ويروح، شوقي إلى أرض القصيم يذيبني وتمزق الأحشاء فيه الروح، أرض الأحبة كيف أنكر حبها والقلب من ألم الهوى مجروح، مضت السنين مضت السنين عزيزها وجليلها قد لاح في الشيب والتلويح، وأنا على البعد المقيت متيم قد ذاق مني الهم والتبريح، أبتي إليك أبث أغلى دمعة من شاعر عاصي الفؤاد جنوح، أنت الذي علمتني نهج الهدى ودللتني أن الحياة طموح، أنت الذي ربيت بين جوانحي معنى الحقيقة واللسان فصيح، يا أنت يا أغلى الوجود وسعدهم أفديك من هاد لنا ونصوح، شوقي على راحل أكفي نثرته إني بكم كلف الفؤاد شحيح، ودموع عيني تستحث لقاءكم ولها من الحب الكريم شروح، جرحي على أرض القصيم صببته ودمي على تلك الطلول يسيح، إني أسلي النفس بعد فراقكم والعمر يمضي والنجوم تروح، فمتى يعود إلى القصيم أهيله ويكف عن ظهر المطي نزوح. السلام عليك. السلام. جميل جميل. استاذ علي، سويت معرض؟ شكرا استاذ علي. انا اشكر الجميع على اولا على صبركم على هالبرد، ما شاء الله الجو بارد، وثانيا على حديثكم الشيق اللي انا متاكد انه انا ما اخذت من كل واحد منكم ولا جزء بسيط مما في اذهانكم وعقولكم ما شاء الله، وانا متاكد انه مشاهدينا الاعزاء استمتعوا مثل ما انا استمتعت معكم. انا شاكر ومقدر لكم جميعا، ولنا معكم بإذن الله لقاءات قادمة. أعزائي المشاهدين، هكذا يمضي الوقت سريعا مع مثل ضيوف الكرام، ولا أنسى في نهاية هذه السهرة أن أشكر عدد من الأخوة أو الجنود المجهولين اللي كان لهم دور كبير في مثل هالجلسة وأضافوا لنا الشيء الكثير. نخص بالذكر الأستاذ عبد الرحمن السعيد من إمارة المنطقة، والأستاذ عبد الله الزيد من جمعية الثقافة والفنون، وعائلة السنيدي اللي استضافتنا في هالاستراحة وما قصروا، وكما نشكر الأستاذ نايف المنسلح وخالد البلهان وكذلك المصور حمزة الحجيلي. في محافظة أخرى إن شاء الله في الأسابيع القادمة لنا لقاء بكم في سهرة جديدة. شكرا لإصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.